استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر الإقضيبية صباح اليوم. استقبل سعادة السيد جون سوليفان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور المملكة في إطار ما يربط البلدين من علاقات ودية وتاريخية وتنسيق وتعاون بهدف تحقيق مصالح البلدين وحماية أمن واستقرار المنطقة. وخلال اللقاء الذي تم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد جاستن سيبرل سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين، تم البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير علاقات البلدين وتعاونهما في مختلف المجالات.